في ظل هذه الأزمة الراهنة التي حلت على العالم، توجب علينا اتخاذ الإجراءات الصحية والجلوس في منازلنا وتطبيق التباعد الاجتماعي لفترة من الزمن. بعض الناس سيأخذون هذه الفكرة بشكل سلبي، ولكن لو أتينا نفكر في هذا الوضع بشكل إيجابي، سنكتشف أن هناك الكثير من الأشياء نستطيع فعلها في الوقت الراهن. على سبيل المثال، التقرب من العائلة واللعب والمرح معهم. كما تتاح لنا الفرصة للعب بالألعاب الإلكترونية لوقت محدد، كما نخصص وقتا للقراءة والدراسة على الإنترنت. وتتاح لنا الفرصة لتخصيص الوقت للاستجمام والتأمل واستنشاق الهواء النظيف، ومساعدة أهلنا في بعض الأمور كقطف الثمار وإطعام الحيوانات. فعلينا الجلوس في منازلنا واتباع إجراءات السلامة، وعلينا التأكد أن هذه فترة وستمر.